ألو، السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سيدي. شوية اسمحوا لي، راني شوية مرتبكة، اسمحوا لي عافاك. أعزك الله لله. بارك الله فيك، بغيت نستفسر معاك. حلمت شي حلم، بغيت نعم. نقول لكم عافاك. حلمت واحد السيدة من العائلة ديالنا ماتت، حلمتها يعني كيحولوا لها القبر ديالها، يعني إيه؟ وهي كانت في البيت النعاس ديالي في الدار ديالي، هكا كيوجدوها باش يحولوا لها القبر ديالها. ماتت هي الله هذا العام. إيه؟ ايوا، وانا كنت هكا كندور في داري، والبنيته ديالها كانت عندي في الكوزينه، وسبحان الله الروبي اللي كيدور قبلت يديها. فيما هي غير صغيره، هي دابا عندها 12 عام، ولكن في الرؤيه بانت لي عندها غير صغيره بزاف، بحال 3 سنين 4 سنين. الروبي اللي يعني بالروح ديالها كيتحرك قدام يديها، فيما دارت يديها كيتحرك المقبل يديها. وانا كندور في الدار، كانت جده ديالي الله يرحمها من الوالده ديالي، كانت هي حاضره في ذاك التحول ديال القبر ديال هاد السيده اللي من العائله. نعم. ولقيتهم هذي اللي هي وخالتي راها باقا حيه، لقيتهم هذي المليه ديالي تحت الكفل اللي كيوجدوه ليها باش يحولوا القبر ديالها. ومشيت للبيت الناس من عند ديك الناس اللي كيوجدوها، وزعما هما كيبانوا لي ديك اللي كيوجدوها بحال شي ظل ما بينش الوجه ديالهم ولا هما، وشفتهم بحال اللي تفاجئوا. مين طليت على داك السيده اللي ماتت، لقيتها مبتسمه، هي الجسد ديالها كلها كحله الا السنان ديالها بويض واحد البياض ناصع بزاف. وقالت لي السلام عليكم. جيت انا جاوبتها قلت لها وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انتم السابقون ونحن اللاحقون. لا اله الا الله. هذه المراه اللي رايتها في المنام هي ميته وقبرها قد تحول، وهذه البشارات اللي حولها بنية صغيرة والماء كيخرج وسنان بيضين، معناه أن هذه المرأة كانت في مقام وستتحول إلى مقام آخر أفضل وأكرم. ففي عالم البرزخ هناك عوالم، هناك طبقات، هناك مقامات. في كل عبد المؤمن مصنف درجة، درجة مثلا ألف، ثم كيتحول الى درجه باء، او يصعد الى درجه اعلى، او ينخفض الى درجه اسفل حسب العمل الصالح الذي الحق به. كاين اللي كيتلحق به عمل صالح، وكاين الله يسترنا ويستركم كيلتحق به اعمال سيء، كيكونوا الورثه مخاصمين، كيذكروا المتالب ديالو، كيتصارعوا فيما بينهم، وكيمشوا للمحاكم وما كيخلوش يرتاح. هذا كيتحول الى الاسفل، بعض المرات كاع كيصيفطوا ليه أعمال سيئة. لكن المؤمن إذا خلى ناس طيبين يدعون له بالرحمة والمغفرة، وإذا ترك صدقات أولاد وبنات كيتصدقوا عليه ولا، فإنه تدركه تلك الحسنات فيتصاعد ويتضاعف رصيده، ومن ثم يرتقي. فإذا شفنا القبر يتحول من مكان إلى مكان، يعني أن هناك وقع ارتقاء للميت من درجة إلى درجة أعلى بإذن الله. والمبشرات اللي شفتيها كلها تدل على أنها من حسن إلى أحسن بإذن الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا فاطمة. صاحب بك جنة سي الحاج، كي داير بعدا لاباس عليك؟ الله يبارك لنا. عظم الله أجركم من جهة الوالد الوالدة الله يرحمها. اللهم آمين. يجعلها من أهل الجنة يا رب. امين لله. اللي عطاتنا واحد نهارا ما شاء نقول لك ما شاء الله، الله يحفظك ويجيك يا رب. عزك الله، الله يبارك. وترحمها وترحم اموات المسلمين جميع الامهات وكاع الناس اللي ماتوا في هذا الشهر يا رب. ولا هذا الوباء يا ربي. يا ربي. كي داير لاباس عليك؟ بارك الله فيك فاطمه. الحمد لله بارك الله فيك. بغيتك عادي معنا سي الحاج، الله يجازيك بخير يا ربي. الله يرحم بالوالدين، الله يرحم لك الوالده يا رحمن يا رحيم. يا رب يا كريم لله، الله يحفظك لله فاطمة، الله يحفظك، جزاك الله ألف خير لله فاطمة، وبارك الله فيك ونور الله طريقك وأسعدك الله تعالى. وهذه فرصة أننا ندعو جميعا دعوة خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بأحب الخلق إليه، هو سيدنا النبي محمد بن عبد الله، سيدنا النبي الذي قال فيه رب العزة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى. الحمد لله الذي من علينا بنبينا محمد
خير من هلل ولبى، وأفضل من طاف وسعى، وأعظم من سبح ربه الأعلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي سلم عليه الحجر، وحن إليه الشجر، وانشق له القمر. يا رب صل على سيدنا محمد سيد المرسلين، سيد العابدين، سيد الحامدين، سيد المتقين، سيد الساجدين الراكعين، سيد الشاكرين، سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في هذه الساعة المباركة، وصلاتكم أيها الأحباب تبلغ إليه، وهو حي يرزق في عالم البرزخ، خصوصا يوم الجمعة. الله تعالى يتقبل صلاة وسلام العباد، وتبلغ إلى النبي الكريم بأسمائنا وأسماء أمهاتنا وآبائنا. فارفعوا يديكم جميعا ونقولوا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزيل بها عنا الهموم، وتزيل بها عنا الغموم، وترفع بها عنا الأحزان والمخاوف والأوهام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والآثام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفينا بها من أمراضنا وأسقامنا، وتحفظنا بها من خلفنا ومن أمامنا، وتغفر لنا بها ذنوبنا وآثامنا. اللهم يا ربي يا كريم، صل وسلم على سيدنا محمد، واشرح بالصلاة عليه صدورنا، ويسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها غمومنا، واغفر بها ذنوبنا، واقض بها ديوننا، واصلح بها أحوالنا، وبلغنا بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، وآنس بها وحشتنا، وطهر بها ألسنتنا، وارحم بها غربتنا، وارحم بها يا كريم جميع أمواتنا. اللهم آباءنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وأحبابنا وكل من له الحق علينا، اللهم ببركة الصلاة والسلام على مولانا رسول الله، اجعل قبورهم جميعا في هذه الساعة روضة من رياض الجنة، اجعل قبورهم مزارا للملائكة، اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم. اللهم اسقهم شربة ماء من حوض سيدنا نبينا محمد. صلوا جميعا على محمد، صلوا وسلموا على سيدنا محمد.